نعم، تحية طيبة لك نعم سعيد. كارم. بعد يعني سلسلة من العمليات التي حصلت بعد عمليات التحرير وإعلان النصر، كان هنالك عمليات كبيرة بإشراف القائد العام للقوات وجميع القطاعات الأمنية المتواجدة والمنتشرة في المحافظات التي كانت تستولي عليها عصابات داعش الإرهابي. بالتالي كان هنالك حملات يوما بعد يوم من اجل تمشيط وتنظيم هذه المناطق وعدم وجود يعني وتخليصها من عناصر داعش الارهابي. في هذه الفتره هنالك عمليات بين فتره واخرى بين يوم واخر من اجل القضاء على الخلايا والخلايا الناشطه في هذه المحافظات، خصوصا في محافظه كركوك وكذلك محافظه ديالى وصلاح الدين وبعض هذه المناطق التي ما زالت تنشط بها عصابات داعش الإرهابي في يعني في الصحاري وفي الجبال في هذه المناطق. بالتالي القوات الأمنية وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة وكل حسب يعني صنفه، جزء من مكافحة الإرهاب وجزء من الداخلية وجزء من الجيش العراقي وكذلك الحشد الشعبي وأيضا كثير من التفاصيل المهمة المناطة بالقوات الأمنية، تستمر بعملياتها وألقت القبض على 3 من عناصر داعش الإرهابي كانوا يعني يخططون لهجمات مستقبلية على يعني الأبرياء من المواطنين العزل وكذلك على يعني القوات الأمنية. بالتالي القوات الأمنية ألقت القبض وتصدت لهؤلاء لعناصر داعش الإرهابي. رأينا قبل فترة قليلة من الآن هنالك نشاط لعناصر داعش الإرهابي في يعني شمال بغداد في الطارمية وكذلك في كركوك، وبالتالي كان هنالك دور القوات الأمنية مهم وهو تمشيط هذه المناطق وبالتالي إلقاء القبض على العديد من عناصر داعش الإرهابي في هذه المناطق وأيضا مقتل أكثر من 20 عنصر من عناصر داعش الإرهابي كذلك في هذه المناطق. بالتالي القوات الأمنية تعمل جاهدا وتعمل يوميا ليلا مع نهارا من أجل القضاء على خلايا داعش الإرهابي المتواجدة في الطارمية شمال بغداد وكذلك كركوك وبعض المناطق الصحراوية والتي يتمركز بها حتى هذه اللحظة عناصر داعش الإرهابي. بالتالي توجيهات مهمة من قبل السيد محمد الشياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي للقوات الأمنية وكذلك إشراف يعني السيد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والسيد وزير الدفاع ثابت العباسي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي من أجل التخلص من هؤلاء والتخلص من قضايا داعش الإرهابي. العملية الأخيرة هنالك الكثير من يعني هنالك الكثير تحقق في هذه العملية وهي يعني تفليش أكثر من وكر يعني لعناصر داعش الإرهابي والقبض على المطلوبين وكذلك إلقاء القبض على أسلحة وأعتداء لعناصر داعش الإرهابي في هذه العملية. نعم معتز، لو انتقلنا أيضا إلى موضوع آخر في الشأن العراقي، ما أعلنت عنه هيئة النزاهة العراقية أنها استردت 42 مليون دولار من صفقتي فساد، ما الجديد في عمل هيئة النزاهة العراقية؟ نعم، بكل تأكيد الوضع متعارف عليه في بغداد وفي العراق وفي كل العراق منذ 2003 ولحد هذه اللحظة، على اعتبار كل رئيس وزراء يستلم منصب رئاسة الوزراء يأتي بلجنة يعني تقوم لجنة مصدرة بأمر ديواني من أجل القضاء على الفساد وكذلك بالتعاون مع هيئة النزاهة. في هذه الفترة وخصوصا في فترة السيد محمد الشياع السوداني ظهرت لنا ملفات كثيرة من الفساد وكذلك في نهاية حقبة السيد الكاظمي ظهرت لنا ملفات كثيرة من الفساد، وبعد تسلم السيد محمد الشياع السوداني حقيبة مجلس الوزراء بالتالي كان هنالك ملفات فساد عديدة أخذت على عاتقها هيئة النزاهة يعني تحقيق في هذه المواضيع. ابتدأت من يعني مدير الكي كارد في يعني في العراق وكذلك يعني مصرف تقاعد وما إلى ذلك من هذه التفاصيل، وكان هنالك مليارات الدولارات تم استرجاعها إلى خزينة الدولة وبالتالي إلقاء القبض على الفاسدين وزجهم في السجون العراقية. بالأمس كان هنالك يعني في هذه الفترة كان هنالك يعني اكتشاف لأن محافظ أو مساعد محافظ
يعني لمنطقة معينة بالعراق، كان هنالك مرتشي وله ملفات فساد، وأيضا محافظ بابل كذلك أو معاون محافظ بابل، وأيضا هنالك بعض الدوائر التي كان هنالك بها فساد، فألقت القبض على الفاسدين وبالجرم المشهود. وحتى وصل في يعني في الفساد تعمق إلى البرلمان العراقي، وبالتالي كان هنالك برلمانيين فاسدين ومرتشين في الدورات السابقة، بالتالي هيئة النزاهة من واجبها التخطيط والقضاء على هذا الموضوع. هذا من جانب. من جانب آخر، البعض من المواطنين العراقيين يشكك في هذه التعاملات، على اعتبار صاحب صفقة القرن نور زهير لحد هذه اللحظة لم يودع بالسجن، بل تمت يعني الإفراج عن أمواله المنقولة والغير منقولة، وكذلك إفراج عن يعني عنه شخصيا. بالتالي صفقة القرن المدوية التي حدثت بالعراق، وبالتالي الشخص المعني الوحيد فيها يخرج من السجن، وكذلك يتم الإفراج عن أمواله المنقولة والغير منقولة، بالتالي هذا ولد شك في قلوب العراقيين. كذلك كان هنالك مدير الكي كارد وكذلك مدير التقاعد وما إلى ذلك، تم يعني الحبس لهم لمدة 8 أشهر ومع الخروج بكفالة مالية. وبالتالي هذا كل الإجراءات يعني بعد الحديث وبعد الهالة التي حدثت وبعد إلقاء القبض على الفاسدين وزجهم في السجون وتبيان الموضوع للرأي العام، يأتي إلى أن يتم الحكم أو النطق بالحكم، يحكم من 5 أشهر إلى 6 أشهر أو سنة في يعني في زايد الوقت إذا كان هنالك سنة. بالتالي هذا الموضوع أصبح يولد شك لدى العراقيين من هذه الإجراءات، وبالتالي يطالبون السيد محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء وكذلك القضاء العراقي من أجل يعني القضاء على هذه الظاهرة وزج جميع الفاسدين في السجون العراقية، ولا يتم التهاون ولا رحمة في هؤلاء، على اعتبار هؤلاء أقوى من عناصر داعش الإرهابي، هم يأكلون قوت المواطن، هم يأكلون الموازنة، هم يخربون اقتصاد العراق، متعاونين مع دول أخرى، بالتالي لا يريدون يعني الشعب العراقي لا يريد أن يكون هناك حيتان فساد جديدة داخل المؤسسات يعني مؤسسات الدولة. نعم معتز، أيضا لو انتقلنا إلى موضوع الانتخابات المحلية، يعني التقارير الإعلامية تشير إلى بروز خلافات في داخل الإطار التنسيقي، والكثير من المراقبين يطرحون السؤال، هل من الممكن أن يقود التنافس على الاستحقاق الانتخابي إلى تفكك هذا التحالف القائم وتشكل مشهد سياسي جديد؟ نعم إسماعيل، حديث واسع عن الانتخابات المحلية العراقية وانتخاب مجالس المحافظات، الكل يعلم تم إلغاؤها في تشرين، في تظاهرات تشرين، وبالتالي بعد 3 سنوات من هذه التظاهرات أو 4 سنوات من هذه التظاهرات يتم إرجاع هذه الانتخابات، بالتالي أغلب الشارع العراقي يرفضها. لكن الأمر تم التصويت عليه داخل مجلس النواب، وكذلك تم تغيير قانون الانتخابات، كان قانون الدوائر متعددة والآن أصبح قانون الدائرة الواحدة، وكذلك قانون سانت ليو. هذا الأمر جعل استياء للشعب العراقي جدا واسع، هذا من جانب الشعب العراقي. أما من جانب الحكومة العراقية والتكتلات والتحالفات، يعني هنالك الكثير من التكتلات والتحالفات التي سوف تنزل إلى انتخابات المجالس المحلية، وأيضا هنالك يعني القائمات الانتخابية الكبيرة والائتلافات الانتخابية الكبيرة، أمثال دولة القانون والإطار التنسيقي والكرد والسنة وجميع المكونات الشعب العراقي، بدأوا يعني يزجون قوائم صغيرة من أجل الانتخاب، لكن هي في الأصل مملوكة إلى قوائم انتخابية كبيرة. بالتالي هنالك يعني شروط واضحة وصريحة اتجاه هذه العملية. أما في سيرة الخلافات المستمرة والمتجذرة التي لا تنتهي داخل أروقة السياسة العراقية، للأسف لو كان هنالك حلحلة للسياسة العراقية الداخلية لكان هنالك حلحلة للأمور الخارجية، ولا أحد يتدخل في العراق لا في ميزانياته ولا في موازناته ولا في اقتصاده ولا حتى في سيادته. بالتالي البعض من السياسيين العراقيين والتكتلات والتحالفات الكبيرة ترى أن العراق هو فرصة لكسب مغانم لمدة من الزمن. هنالك خلافات كبيرة وواضحة وصريحة أبرزها
من الإطار التنسيقي، وبعض المنتخبين أو بعض المرشحين للانتخابات أشرطوا على السيد محمد الشياع السوداني عدم النزول بقائمة داخل انتخاب مجالس المحافظات على اعتبار له تأييد شعبي هذا الرجل، وهم لا يريدون أن يكون لهم منافس. هذا ما يقوله بعض، يعني تقوله بعض الأوساط السياسية. هذا من جانب. من جانب آخر، هنالك اختلاف كبير بين دولة القانون والإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي الشيعي يريد أن ينزل بقائمة واحدة في جميع المحافظات العراقية، لكن دولة القانون ترى أنها هي القائمة الأوحد والأكبر بالعراق بعد التيار الصدري، ولا تريد أن تنزل مع الإطار التنسيقي في قائمة واحدة. هذا الخلاف يعني أصبح على أرض الواقع، وكان هنالك خلاف بين السيد نور المالكي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون، وكذلك السيد قيس الخزعلي يعني رئيس عصائب أهل الحق ورئيس كتلة الصادقون عدنان فيحان وما إلى ذلك من هذه التفاصيل. فهنالك خلافات متجذرة داخل أروقة السياسة العراقية وداخل أروقة التحالفات العراقية. أيضا ظهور تحالفات بدائية أو يعني في بداية مسيرتها داخل الانتخابات، وكذلك ظهور أحزاب مستقلة لا تنتمي إلى جهة معينة، هذا كله يولد خلافات وحزازية داخل القوائم الانتخابية وداخل يعني المحافظات. أيضا فيما يخص يعني المحور السني، هنالك خلافات مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وأيضا بعض السياسيين السنة، وكل شخص بدأ ينزل بقائمة واحدة داخل أروقة مجالس المحافظات، وهنالك تنافس شديد، لكن تنافس، وأيضا هنالك خلافات داخلية كبيرة داخل البيت السني. وأيضا الإقليم والكرد، الكل يعرف أن البرلمان يعني انتهى وفق ما قررته المحكمة الاتحادية العراقية، وبالتالي هنالك انتخابات ينتظر موعد تحديدها، وأيضا هنالك انتخابات وقوائم انتخابية كبيرة، وهنالك خلافات بين البيت الكردي. جزيل الشكر معتز أيوب مراسلنا في بغداد، شكرا على المداخلة.